السلام عليكم. اليوم نروح الولاية تاع سيدي بالعباس لنتعرف عن هذا المشروع الرائع يتمثل في سوق للجملة الجديد هذا في مدينة سيدي بالعباس، واللي سوف يمول عدة ولايات مجاورة ويدخل في إطار الشبكة الوطنية للأسواق الجملة، اللي أكيد سوف تساهم في تنظيم السوق بصفة عامة تجارية، وكذلك في انخفاض الأسعار، لما لا عندما تكون السوق منظمة ومتحكم فيها. إذن أنا أترككم تتابعون هذا الفيديو عن هذا المشروع الهام، والسلام عليكم. جديد هو هذا السوق الذي يتربع على مساحة قدرها 4 هكتارات، أنجز بطريقة عصرية سيكون له دور كبير في تطوير وتنظيم شبكة توزيع الخضر والفواكه في منطقة الغرب. تبعوا مارشيات خويا، كنا نخدموا على برا كدي فونغارو، راك فاهم. بصح دروك الحمد لله دروك في محل تبلع على سلعتك، راك فاهمني، تخدم الاس كما نقولوا حنايا، راك ليبر. من ناحيه غير المعامله اللي عاملونا بها، الله يبارك، عاملونا زين ورحبوا بينا وسهلونا في الكواغ ثانيك تاع ثانيك، من ناحيه السومه ثانيك تاع الشهر ما شاء الله. هذا المارشي اللي داروه هنا جديد، هذا فخر الولاية تاع سيدي بلعباس، حاجة مليحة. حنا رانا مفركتين، واحد يبيع في لافيل، واحد مرشي ملهيته، التجارة تاعنا راه مفركتة. وهذا المرشي يكون يجمعنا وإن شاء الله نجمعوا فيه، وداروا لنا مرشي زعما شباب، حاجة زينة الله يبارك. تسهيلات مليحة كاع، راه في الكرا راه معوضين في الكرا، السومة مليحة، وهذ اليامات كش راه باطل، رانا داخلين باطل، كش راه باطل، دعوة راهي مليحة. هذا الصرح الذي يدعم القطاع التجاري بولاية سيدي بلعباس سيسمح باستحداث أكثر من 500 منصب شغل، ويتوفر على 157 محلا للبيع بالجملة وعدة مرافق خدماتية في فضاء الفلاح الذي يتسع ل 400 شاحنة، وفضاء آخر للمواد الغذائية للتجار الجملة للمواد الغذائية، ومرافق أخرى منها مرقد ومقاهي ومطاعم، مسجد وبنك، وحتى خدمات فيه مرافقة من السلطات المحلية المتمثلة في دعمنا بكل التسهيلات من إجراءات، كل إجراءات حقيقة تسهلنا فيها. استثمار تعززت به ولاية سيدي بلعباس استفادة من مرافقة تترجم سياسة الدولة في توفير كل التسهيلات لتجسيد مشاريع اقتصادية تعد مكسبا محليا ووطنيا.